سيد سفير، ما هو سر الاهتمام أو اهتمام الهند بالهيدروجين الأخضر وتصنيعه في مصر؟ الحقيقة الهند فيه مكونين لهذا الموضوع. المكون الأول هي أن الهند ليست دولة غنية بمصادر الطاقة، ولكنها بصدد إقامة نهضة صناعية واقتصادية كبيرة، فبالتالي تريد أن تؤمن مصادر الطاقة اللي ممكن أن تقوم عليها هذه النهضة، فابتدت تنظر للخارج، كيف أؤمن مصادر الطاقة بتاعتي؟ ده جزء أولاني. الجزء الثاني أن نجد أن الهند مثلها مثل دول كثيرة من العالم بتتأثر بتغير المناخ، وتغير المناخ بيتأثر بنمط استخدام الطاقة. عندنا مشاكل في المناخ، العالم كله عنده مشاكل في العالم كله طبعا، مش مصر بس، والهند متأثرة بهذا الموضوع. يعني احنا يمكن احنا في الوقت اللي احنا فيه ده أحر سنة عدت على الهند من قرن، وأعلنوا هذا الموضوع من كام يوم. فعلا الجو حر جدا جدا جدا، ورطوبة عالية كذا. فهم مدركين تماما ان مصادر الطاقة التقليدية من شأنهم ان هم يقللوا الاعتماد عليها. فما هي طاقة المستقبل؟ طاقة الهيدروجين الأخضر اللي بيتولد من الشمس في الأساس، من الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة. مصر من أكثر الدول التي حباها الله سبحانه وتعالى بطاقة الشمس، ولذلك تجد جغرافيتها يعني ربما على عكس ما يعتقد الكثير من الناس، مصر واحدة من أهم الدول في جنوب المتوسط، خاصة المنطقة في غرب أسوان اللي ممكن توليد طاقة كهربائية. وده كفيل ان حطينا في حتة تانية خالص، ولم يكن من الغريب ان بنبان رابع اكبر محطة للطاقة الشمسية موجودة في العالم تبنى في هذه المنطقة. فالهند ابتدت تنظر الى هذا الموضوع وتقول انا عايز اولد هيدروجين اخضر، انتج هيدروجين اخضر بالاعتماد على الطاقة الشمسية. لا يوجد مكان افضل من مصر، سواء فيما يتعلق بالجو او ما يتعلق بالموقع، لان انا هنتج الهيدروجين الاخضر ومن قناة السويس على طول هصدره بعد كده للدول الاوروبية التي تريد ان تستفيد. فاكتملت جميع العناصر بتاعة المنظومة الهندية في رؤيتهم لمصر: سوق كبير، موقع، بيئة طبيعية. سؤال مهم، كيف يتم تسويق مصر استثماريا؟ مصر بالنسبة للهند زي ما قلت لسيادتك هي منصة للانطلاق. الهند ترى ان عندها هدف كبير اسمه انها توصل للسوق الأوروبية بكثرة، وعندها اهتمام بالقارة الأفريقية شديد جدا. طيب اين تستطيع ان هي تتموضع لتستطيع انها تصل الى القارة الأفريقية والقارة الأوروبية افضل من مصر؟ لا يوجد. بكل ما تقدمه مصر من موقع ومن مزايا استثمارية ومن قرب لهذه الأسواق، مش بس كده، ومن إيد عاملة مدربة. ما تنسيش حضرتك إن الإيد العاملة اللي موجودة في مصر على مستوى عالي جدا جدا جدا، مستنية إنها تتوظف في مهارات، وفي مهارات رهيبة عظيمة رهيبة. لم يكن على سبيل المصادفة مثلا ان احدى الشركات الهندية الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات انها تيجي تستثمر في مصر عشان تستفيد من الايد العاملة المدربة وخريجين الجامعات المصريين.